ننتقل معكم مرة أخرى إلى دبي وقمة الحكومات 2023 وجلسة حكومات المستقبل الطموح والرؤية بحضور سيادة الوزير هلا الصعيد. 2030 2040 وهناك 2070 وهكذا. وأنا أعتقد أن هذا توجه يعني يشكرون عليه أن يكون هناك رؤية، إذن هناك وجهة، هناك بوصلة تحدد المسيرة وبالتالي توجه الموارد لهذه المحطة الأخيرة، ربما محطة من محطات أيضا قادمة. الرؤية كما تعلمون هي مثل السياسة العامة، مثل الخطط الاستراتيجية، ليس لها أرجل، هي محتاجة إلى موارد ومحتاجة إلى جهود ومحتاجة إلى التوازن بين التخطيط وبين التنفيذ، وهذه ثنائية تعرفونها جيدا، أن هناك إشكالية كبيرة بين أو ما يسمى ديكاتومي بين التخطيط والإمبلمنتيشن، وهذه إن شاء الله تكون قد أخذت في التصور عند وضع هذه الرؤى. هناك كما تعلمون طريقتين لمواجهة أو تنفيذ هذه الرؤى، إما راديكال كما تسمى أو إنكريمنتال، جذرية أو تدريجية، وأعتقد أن الكثير يميل إلى توجه التدريجي في تنفيذ هذه الرؤى وهذه المشروعات. قبل أن ندعو ضيوفنا الكرام للتحدث، هناك شروط نعتقد أنها مهمة ومتطلبات لنجاح الرؤية. أعتقد أن أهم الشروط هو الواقعية في وضع هذه الرؤى، وكذلك دعم القيادة والإيمان، إيمان القيادة وإصرار القيادة على تحقيق هذه الرؤية، توفر الموارد وخاصة المورد البشري كما تفضل معاليه وأشار إلى ذلك، جهاز إداري كفو وإصلاح إداري فعال، كفاءة الإنفاق، الحوكمة والمحاسبة والمساءلة والشفافية، المتابعة وقياس الأداء والتقويم، وأن تكون هذه الرؤية معبرة عن الجميع ويشارك الجميع فيها ويؤمن بها لإمكانية تحقيق هذه الرؤية. أترك الحديث الآن لمعالي عهود الرومي. طبعا هذه جلسة كما تلاحظون شخصيتين متميزتين وأصحاب تجربة في هذا المجال، إن شاء الله يكون هناك فرصة للاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة. سؤالي الأول لمعالي عهود الرومي، في هذه القمة العالمية الحكومات ناقش المشاركون العديد من التحديات التي تواجه عالمنا ومنطقتنا العربية، ما هو دور التخطيط للمستقبل في العمل الحكومي ونحن نواجه التحديات الراهنة؟ شكرا سعادة الدكتور ناصر. بداية أحب أرحب فيكم جميعا في بلدكم الإمارات وفي أعمال القمة العالمية للحكومات، وأشكر معالي بلغيط على دعمه ورعايته للمنتدى دائما، فدائما تشرفنا معاليك. في القمة العالمية للحكومات دكتور، في كثير كانت من الجلسات والحوارات، ويمكن القاسم كان المشترك بين هذه الجلسات أن نحن نعيش في عالم في أزمات متعددة، وهاي الأزمات تحدث في نفس الوقت. نتكلم عن التغير المناخي، نتكلم عن اضطرابات سياسية، نتكلم عن تضخم، نتكلم عن الاقتصاد العالمي، ولكن أيضا نحن نعرف أن العالم مع هذه الأزمات يمر بتحولات كبيرة، هذه التحولات سوف تخلق فرص. نهج دولة الإمارات فيما يتعلق في المستقبل هو البحث عن الفرص واغتنامها لصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية. موضوع الفرص، موضوع التفكير في المستقبل، يتطلب صراحة إعادة النظر في دور الحكومات. دور الحكومات لازم يكون هو تصميم مستقبل أفضل لشعوبها، وبنتكلم بعدين عن التوازن بين موضوع المستقبل وبين الاحتياجات الحالية. وهذا نهج دولة الإمارات، نهجها هو الرؤية المستقبلية والتركيز على تصميم وريادة المستقبل. وإذا تسمح لي دكتور عشان الوقت، يمكن أذكر لك مثالين من موضوع تصميم المستقبل والريادة في المستقبل اللي خلى دولة الإمارات توصل إلى إنجازات موجودة الحين على أرض الواقع. خلينا نتكلم عن التحول الرقمي. معالي بلغيط ذكر في كلمته أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربيا من ضمن مؤشر تنمية الحكومة الرقمية التابع للأمم المتحدة.
أيضا دولة الإمارات هي الأولى عربيا في موضوع الجاهزية الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، لكن السؤال كيف دولة الإمارات حققت هذه الإنجازات؟ لأن دولة الإمارات بدأت مبكرا في عام 2000 في الوقت اللي كانت توها شركات الإنترنت ظاهرة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجه إلى تأسيس برنامج الحكومة الإلكترونية في ذاك الوقت، وهذا اللي أنا أقصده دكتور، إن إحنا كيف نشوف التوجهات المستقبلية ونحولها إلى برامج عملية واقعية تخدمنا في المستقبل. لما حدثت جائحة كوفيد-19 أعمال الحكومة لم تتوقف ولا ليوم واحد بسبب الاستثمار الاستباقي اللي صار في موضوع الحكومة الرقمية. خليني أعطيك مثال ثاني. سمعنا وايد في جلسات المنتدى هذا أن من يملك أدوات الذكاء الاصطناعي يملك المستقبل. دولة الإمارات كانت رائدة في عام 2016 بتخصيص ملف وزاري للذكاء الصناعي، لأن نحن نبغى نكون جاهزين للمستقبل. مثال ثاني، نتكلم عن الاستدامة ونتكلم عن التغير المناخي. منذ عام 2006 استثمرت دولة الإمارات في الطاقة المتجددة من خلال مصدر اللي الحين تنفذ 40 مشروع حول العالم. دولة الإمارات هذا العام هو عام الاستدامة، وسوف نستضيف مؤتمر التغير المناخي، عندنا براكة، محطة براكة للطاقة النووية. هاي كلها استثمارات تفكير استباقي عشان يساعدنا في موضوع الاستدامة والتغير المناخي. شكرا معاليكي. سؤالي إلى معالي هالة السعيد، يبدو في إحدى المناسبات السابقة أنك معاليك أشرت إلى أن العالم يمر بأزمات وصدمات خارجية، والسؤال هنا كيف يمكن التخطيط للمستقبل ونحن نواجه هذه الأزمات الراهنة؟ هل نتفرغ لمعالجة ومواجهة الأزمات الراهنة أم نضع خططنا للمستقبل؟ تفضل معاليك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأمين العام، معالي الوزراء، الحضور الكريم، طبعا ببدأ بالتحية والتقدير لدولة الإمارات العربية الشقيقة على انعقاد هذه القمة وعلى دعوتنا للمشاركة فيها، والحقيقة برضو بهنيهم بعشر سنوات على القمة العالمية للحكومات، وبشكر الأخت والزميلة العزيزة دكتورة عهود الرومي على منتدى الإدارة الحكومية، وطبعا على تنظيم المنتدى، ولكن منتدى الإدارة الحكومية بشكل أساسي في دورته الثانية، لأنه هي جاهزية الحكومات دورها الأساسي خدمة شعوبها، فإن احنا نبقى دايما عندنا منتدى الإدارة الحكومية بيتكلم على قدرة الحكومات واستعدادها المستمر أو المتطور لخدمة الشعوب. أعتقد أن ده فرصة جيدة جدا لتبادل الخبرات، وتكون منصة مهمة جدا أن احنا فيها نتشاور ونتبادل الخبرات. مش صوتي تعبان. الحقيقة السؤال اللي حضرتك سألته سؤال مهم جدا، لأنه الفترة الأخيرة الدول بقت بتواجه بصدمات خارجية كثيرة ومتلاحقة، ويمكن بدأنا بأزمة كوفيد-19، ثم ظهرت علينا الأزمة الجيوسياسية مؤخرا، وبالتالي اللي بيطلق عليه المالتيبل شوكس أو الصدمات الخارجية اللي بتؤثر على دول العالم دي كلها بقت صدمات بتحصل ولن تكون الأخيرة. يعني احنا دي صدمات حصلت ولكن لن تكون هذه الصدمات الأخيرة، وبالتالي النهاردة بيبقى مهم جدا ان احنا نشتغل على مجموعة من الخطط قصيرة الأجل، وفي نفس الوقت ده ما يوقفش الخطط متوسطة وطويلة الأجل. يمكن لو بصينا للصدمات وتأثيرها على العالم الفترة الأخيرة، وطبعا الاقتصاديات الناشئة كانت ومتوسطة النمو كانت الأزمة عليها أكثر حدة وأكثر تأثير. احنا بدأنا بأزمة كوفيد وحالة غلق للاقتصاد بشكل أساسي، لأول مرة يحصل زي ما بنقول السبلاي والديماند، ناحيتين الطلب والعرض واقف، ثم بدأت الاقتصاديات تنفتح مع الانفتاح ومع ضخ رؤوس الأموال من قبل الدول لإنعاش الاقتصاد، حصل حالة من الطلب المتزايد، في نفس الوقت العرض والمنتجات ما كانتش كفاية، فالنتيجة لكده حصل بدأت الأسعار ترتفع، جت الأزمة الجيوسياسية الأسعار ارتفعت أكتر، فبقى عندي حالة من الارتفاعات الشديدة في الأسعار،
ويمكن آثار التضخم من الآثار اللي دايما بتؤثر بشكل سلبي على المجتمعات نتيجة انك تفرض عبء على المواطن طبيعي. ثم بدأت البنوك المركزية تعمل ايه؟ بدأت البنوك المركزية تتحرك لرفع أسعار الفايدة. فالنهارده بقت تكلفة الأموال على المستوى العالمي بقت عالية، تكلفة الاقتراض بقت عالية، رؤوس الأموال بقت تتجه إلى الدول اللي العائد عنده أعلى، وفي نفس الوقت في تأخر في سلاسل الإنتاج. كل ده عمل ضغوط شديدة على الاقتصاديات المختلفة وبالذات الاقتصاديات الناشئة، ارتفاع شديد في أسعار الطاقة، ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية بشكل مضاعف ويمكن في بعض الأحيان 3 أو 4 أضعاف. طيب النهاردة احنا بنعمل ايه؟ احنا الدول والاقتصاديات المتوسطة النمو والناشئة بيبقى عليها اكتر من عبء. العبء الاولاني ان هي النهاردة محتاجة توفير هذه السلع والخدمات، ولكن الاهم ان احنا لا نستطيع ان ننقل كل مستوى الاسعار والعبء اللي حصل في الاسعار على المواطن. وبالتالي في الوقت اللي انا فيه برفع من اسعار الفايدة، في الوقت اللي المفروض الاقتصادات العالمية بتاخد اجراءات انكماشية، احنا محتاجين نتوسع في الانفاق لان انا محتاجة ازود برامج الحماية الاجتماعية. وزميلتي العزيزة الوزيرة التضامن السابقة موجودة بتبتسم لانه ده دور الدول المتوسطة النمو والاقتصادات الناشئة. انا النهاردة محتاجة ان انا في ظل هذه الارتفاعات وفي ظل الاعباء المتزايدة على الخزانة العامة للدول، انا محتاجة ان انا ما اقدرش ارفع السعر بيرتفع 3 أضعاف بره، انا ما اقدرش احول ابيع السلع للمواطن بنفس السعر، لابد ان احنا نزود من برامج الحمايه الاجتماعيه ونزود من السلع المدعمه، وده اللي الدوله المصريه عملته، رفعنا الحد الادنى للاجور على مستوى الحكومه، رفعنا الحد الادنى للاجور على مستوى القطاع الخاص، رفعنا المعاشات، زودنا حزم الحمايه الاجتماعيه، اطلقنا اكبر برنامج تنموي على مستوى العالم، وانا بتكلم هنا فعلا برنامج تنموي على مستوى العالم بالارقام، برنامج حياه كريمه اللي بيمس خدمات المواطن في القرى المصريه. لاول مره الدوله المصريه تتجه بكل استثماراتها الى اكثر من نصف 58% من المواطنين في مصر. النهارده بنوفر لهم استثمارات، بدانا ب 1500 قريه، ننتقل المرحله الثانيه الى 1500 قريه اخرى، المرحله الثالثه الى 1500 قريه الاخرانيين. بوفر لهم خدمات صرف صحي، سكن كريم، مياه نظيفه، طرق، فرص عمل، كل ده ليه؟ عشان اقدر ان انا اوفر جوده الحياه، وبالتالي ده نوع الحمايه الاجتماعيه الشامله، غير ان انا بزود من برامج الدعم النقدي للاسر اللي سواء كان في برنامج تكافل او برنامج كرم. فده على مستوى الشورت رن. على الرغم ضغط اللي موجود على الدول، الا ان احنا كان لابد ان احنا نتوسع في برامج الحمايه الاجتماعيه عشان نقدر ان احنا. الحاجه الثانيه ان انا بدات النهارده في ترشيد جزء من الانفاق العام بتاعي على استثمارات البنية الأساسية بشكل أساسي. ليه؟ عشان أقدر أعمل وفر في الانفاق على مشروعات هيبقى العائد منها هيجي في المستقبل البعيد. في نفس الوقت بوجه استثماراتي إلى قطاع الصحة، إلى قطاع التعليم، إلى قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات. ده ضخيت فيه، والحقيقة زي ما كانت تتكلم معالي الوزيرة، وقت كوفيد الأزمة بتخلق فرص. وقت كوفيد احنا سارعنا، احنا ضعفنا استثماراتنا في البنية التكنولوجية 400% وقت كوفيد. فده خلاني ان انا اقدر اشتغل، يعني الفرصة ضغطت علينا ان احنا لازم نبتدي to digitize السيستم بتاع الامتحانات، الليرنينج على التعليم عن بعد، الاجتماعات كانت كلها virtual، فكل ده كان بالنسبة لنا فرصة زودنا، بالإضافة طبعا إلى الاستثمار في العنصر البشري لدولة فيها 105 مليون مواطن، 60% منهم تحت سن ال 35. كان مهم جدا إن احنا يبقى عندنا بنات مصر الرقمية نستثمر في فرص العمل للمستقبل. شكرا جزيلا معك. ده on the short run، سأقول لك on the long run بقى. احنا في سباق مع الوقت. خلاص اوكي. نحن في سباق مع الوقت، يعني افترض الشاشة ما هي أمامنا على الأقل كان ما شفناه، ولكن على أي حال معالي عهود الرومي، ما هو الجديد الذي تحمله رؤية نحن الإمارات 2031 إذا نظرنا إلى المستقبل؟ يمكن بتكلم أنا الحين عن لونج رن، معالي الدكتور هالة بتتكلم عن مصر، بس خلينا نتكلم عن دولة الإمارات.
دولة الإمارات أعتقد بعد 52 سنة من قيامها أصبح موضوع المستقبل والرؤية بعيدة المدى جزء من المنهجية، جزء من الهوية الوطنية نحن عن دولة الإمارات، جزء من منهجية عملنا نحن كحكومة. لكن أيضا بعد نحن لازم نوازن، نحن عندنا يمكن خطة واضحة وضعتها قيادة دولة الإمارات، الوجهة واضحة بالنسبة لنا للخمسين سنة القادمة، لكن لازم نترجمها من خلال خطط عملية. وبالتالي رؤية الإمارات نحن الإمارات 2031 هي تمثل المرحلة الأولى من خطة الخمسين لدولة الإمارات. لكن مدام احنا نتكلم عن رؤية بعيدة المدى، نحن لازم نوازن مثل ما ذكرت معالي الدكتورة هالة، لازم نوازن بين رؤية بعيدة المدى وبين الاحتياجات الحالية. ولذلك احنا دولة الإمارات اتخذنا موضوع المرونة جزء من العمل الحكومي. صحيح نحن عندنا خطة أو عندنا وجهة واضحة للخمسين سنة القادمة، صحيح نحن عندنا خطة للعشر سنوات القادمة، لكن نحن أيضا لازم نركز على شو الفرص الحالية وشو التحديات الحالية وكيف نحن نواجهها. ولذلك نحن الجهات الحكومية عندنا في دولة الإمارات كل جهة أو كل وزارة مطلوب منها مشاريع تحولية، مشاريع سريعة تحقق أثر سريع كبير تنجز من خلال 6 إلى 6 شهور إلى سنة. وكل وزراء الإمارات قاموا بتوقيع عقود الأداء لجهاتهم على هذه المشاريع التحولية وهم مسائلين أمام الحكومة في هذا الإنجاز. شكرا، شكرا معاليك. وأشيد حقيقة بالتأكيد على الهوية الوطنية، وأعتقد بل أؤمن بأنه لا يوجد نموذج تنموي ناجح لا يؤمن بهويته، بثقافته، بلغته. وكل التجارب الناجحة انطلقت من المحلية، وسعيد جدا بالإشارة معاليك إلى هذه النقطة. معنا وقت كافي معالي هالة السعيد. نفس الشيء، نحن نتحدث عن رؤية 2030 التي انطلقت في جمهورية مصر العربية في 2016، وطبعا قبل الأزمات العالمية التي أشرت إليها معاليك. وحرصت هذه الرؤية على ارتباطها بالأهداف التنموية الدولية وبالأجندة الإقليمية من جهة أخرى، لا سيما أجندة أفريقيا 2063. ما هي أهم المحاور التي تركز عليها هذه الرؤية؟ خليني أقول لحضرتك، إحنا لما أطلقنا الرؤية في 2016 دايما وإحنا بنضع الخطط بتاعتنا بتبقى هذه الخطط دايما بشكل تشاركي، يعني الحكومة هي المنسق لهذه الرؤية، اللي بيقوم بوضع هذه الرؤية هي المجتمع، دي رؤية الشعب المصري، وبالتالي المشارك فيها هو القطاع الخاص، هو المجتمع المدني، هم المثقفين، هم أساتذة الجامعات، ده كله الذي يضع الدولة دورها أنها تمحور هذه الكلام وتنسق بين كل هذه الأفكار لوضع الرؤية طويلة المدى. 2016 بيحدث متغيرات، يعني احنا النهاردة مرينا بتغيرات على المستوى المحلي، ومرينا برنامج إصلاح اقتصادي، ثم مرينا بتغيرات على المستوى الإقليمي، ثم أزمات وصدمات دولية على المستوى الدولي. كل ده كان لابد أنه هو ينعكس على الرؤية، والرؤية دي دايما بنقول هي وثيقة حية، يعني وثيقة حية يعني بيحصل لها باستمرار أبديت، ونقدر بنراجعها بشكل مستمر عشان نقدر تنعكس فعلا على الواقع اللي فيه. فاحنا واحنا بنحدث هذه الرؤية اللي كانت قايمة على أساسا على جودة حياة المواطن المصري، قايمة على عملية الاستدامة، وهي فيها بعد اقتصادي وبعد أن أنا لازم أحقق معدلات نمو معينة، ولكن أنا لابد وأنا بحقق البعد الاقتصادي لا أغفل البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية وفرص العمل. مع البعد الاجتماعي لابد أن أنا أيضا أراعي البعد البيئي واستدامة الموارد حفاظا على هذه الموارد للأجيال القادمة. ولكن مع كل هذه الأمور إحنا بقى في مستحدثات ملحة. قضية السكانية في مصر، قضية السكانية إحنا النهاردة بنزيد ب 2.5 مليون مواطن. طبعا عندنا ميزة ديموغرافية، ولكن هي أيضا الزيادة 2 مليون مواطن صافي كل سنة هذا عبء على عملية التنمية. فعملية ان انا النهاردة ابص الى خطة ضبط معدلات النمو السكاني، ان انا ابقى بتكلم على ضبط معدلات النمو السكاني من ناحية، ولكن الاساس هو الارتقاء بخصائص السكان. الاساس هو ان انا بستثمر في العنصر البشري، استثمر العنصر البشري من خلال صحة جيدة، من خلال تعليم جيد، من خلال برامج تدريبية جيدة، لان انا محتاجة كل مواطن يجي الى الحياة يبقى صحته كويسة، يبقى متعلم تعليم كويس، يبقى شخص ومواطن منتج ويضيف، يبقى له قيمة مضافة للمجتمع. عندنا قضية تانية مهمة جدا وهي قضية ندرة المياه،
وقضية الشح المائي ونصيب المواطن المصري، وإزاي الدولة المصرية أخذت كل هذه الأمور وبتعكسها في خطط قصيرة متوسطة المدى لحفاظ على حجم المياه النهاردة وعلى ترشيد استخدام المياه سواء في الزراعة أو من خلال المشروع القومي لتبطين الترع أو من خلال مشروعات تحلية المياه. كل هذه خطة النهاردة إحنا بنعكسها عشان تبقى الوثيقة دي تعبر فعلا عن الوضع الحالي، وتبقى فعلا بتكلم على الاستدامة والممكنات. النهاردة كتحول رقمي حطينا مجموعة من الممكنات كتحول رقمي، مجموعة أخرى ممكنات خاصة بالتمويل والتمويل المختلط مع قضية تغير المناخ وكوب 27 اللي مصر استضافته، والسنة دي بإذن الله يبقى في دولة الإمارات الشقيقة. كل هذه الأمور يمكن أعدنا صياغة الرؤية بحيث أن أنا بتكلم على المبادئ الحاكمة اللي عندي، بتكلم على الأهداف الاستراتيجية، وبتكلم على الممكنات التي لابد من توافرها عشان أقدر أحقق بها هذه الأهداف. شكرا معاليك. بقي لنا دقيقتين، دقيقة لمعالي عهود ودقيقة لمعالي هذا السعيد. معالي الأمين العام تحدث عن التحول الرقمي ودوره في تحقيق رؤى المستقبل. كيف ترون هذا الدور للتحول الرقمي وأهمية الواقعية في صياغة الرؤية أو الرؤى؟ دقيقة معاليك. في دقيقة دكتور، قدر المستقبل. كل هالأشياء في دقيقة. أعتقد دكتور التحول الرقمي أصبح خيار لا رجعة عنه لكل الحكومات، ولما نتكلم عن التحول الرقمي نحن الحين لازم نواكب التقنيات الحديثة اللي تطلع في التحول الرقمي. نتكلم مثلا عن الذكاء الصناعي اللي هو مثلا التوليدي الشات جي بي تي. نحن في دولة الإمارات مجلس الوزراء طلب الأسبوع الماضي دراسة عاجلة عن تأثير الشات جي بي تي أو أدوات الذكاء الصناعي التوليدي على قطاعاتنا الاقتصادية الصحية الإعلامية، والتقنيات بتطور، فنحن لازم أيضا نواكب هذه التقنيات. ولكن أيضا دكتور في الجانب الآخر، التقنيات مهمة، لكن جاهزيتنا لهذه التقنيات، جاهزيتنا تأخذ محورين: جاهزية الأنظمة، هل أنظمتنا جاهزة؟ ما نأخذ الأنظمة الإدارية الحالية ونحولها رقمية، ولا نحب نتحول إلى بيروقراطية رقمية مثل ما ذكر في تقرير الإدارة الحكومية العربية اللي بينعرض بعد الظهر عن التحول الرقمي، وجاهزية المواهب، جاهزية الموظفين، ومن ثم إعادة تأهيل وبناء المهارات الرقمية لموظفي القطاع الحكومي مهمة. نحن في دولة إمارات عندنا منصة أطلقناها قبل عدة أشهر نسميها جاهز. شو معنى جاهز؟ ان احنا جاهزين للمستقبل، تبني مهارات موظفي حكومة دولة الامارات للمستقبل، سواء المهارات الرقمية او مهارات الاقتصاد الجديد اذا نتكلم عن الحياد الكربوني او غير ذلك من المهارات المطلوبة. شكرا معاليك. معالي الوزيرة. شكرا. يعني طبعا بتفق مع كل اللي قالته الوزيرة عهود. النهاردة التحول الرقمي خيار لابد منه، ولكن بيرتبط بده أنظمة والجهاز الإداري اللي عندي وجاهزيته. يمكن زميلي دكتور صالح جهد اللي بيتعمل في الجهاز الإداري الدولة وإعادة هيكلته وتهيئته والبنية الرقمية التحتية والاستثمار فيها، والحاجة الثالثة العنصر البشري والاستثمار اللي بيتم، سواء بيتم في الجهاز الإداري للدولة من خلال الجهاز، من الأكاديمية الوطنية، في المعاهد الحكومية المختلفة. النهاردة بنستثمر بشكل كبير جدا في المواهب بتاعتنا لوظائف المستقبل وللوظائف الرقمية، لأن ده محتاج الحقيقة تركيز شديد له، ومحتاج اختيار العناصر المؤهلة لده، لأن هم في الآخر البني آدم هو اللي بينفذ الأنظمة. شكرا جزيلا. انتهى الوقت ولم تنتهي الأسئلة. نلتقي إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. شكرا لكم جميعا، لمعالي عهود ومعالي آل السعيد. مشاهدينا نقلنا لكم على الهواء مباشرة الجلسة الخاصة بحكومة المستقبل الطموح والرؤية بحضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية دكتورة هالة سعيد، ووزيرة الدولة للتطوير بالإمارات السيدة عهود الرومي.
واستعرضت الكثير من ملامح التطور في الاهتمام بعملية التحول الرقمي في الدولتين. استعرضت السيدة الدكتورة هالة السعيد عملية التحول في مصر في الجهاز الإداري للدولة، واستعرضت هذا التطور على الصعيدين، المدى القصير والمدى الطويل. المدى القصير في إحداث عملية التحول الرقمي عبر السنوات القليلة الماضية في الجهاز الإداري للدولة، وأيضا في العملية التعليمية، في إضافة عملية الميكنة في مختلف قطاعات الحياة المصرية وخاصة القطاع الإداري. ثم استعرضت أيضا المدى الطويل في هذا الإطار الممتد لخطة الدولة 2030 في التحول للميكنة الكاملة والاعتماد عليها بصورة حقيقية على غرار مثل أو معظم دول العالم المختلفة في هذا الإطار. استعرضت أيضا وزيرة الدولة للتطوير الإماراتية التجربة الإماراتية في هذا المضمار، مرورا بالاعتماد على الفكر الخاص بالأصالة انطلاقا إلى المستقبل، في الاعتماد على العناصر الأصيلة من الدولة الإماراتية للانطلاق لمستقبل يعتمد على الواقع والتفكير الحالي بشكل حقيقي في اللحاق بركب الدول المتقدمة من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، التقنيات الحديثة وما شابه. مشاهدينا، كانت هذه تغطياتنا ومتابعتنا لجلسات قمة الحكومات المقامة بدبي والمقامة الآن بفاعليتها. نحن معكم في متابعة مستمرة لكل الفعاليات.